الان انك تقول على الحكام هذو التبريرات تاعهم وعاقبتوا 20 حكم. المشاهد اللي راهو يشاهدنا اليوم يقول لنا مورفين تقولوها بالمكشوف، ومورفي يقولها بالشيخ، ومورفي يقولها رشيد سمير، انا نقولوا بلي الحكام ما الفائده من معاقبته الى نهايه الموسم؟ لما يكون حكم نزيه راني معك، انت ما تقدرش تدخل في النزاهه. لما يكون حكم ماهوش نزيه بين قوسين مشري، يعني عنده ربما تلقى رشاوي، ربما تلقى امتيازات، ربما ربما ربما، انت كي تعطي له نهايه الموسم ولا تهبطوا للجهوي وهو يكون خدا اموال كثيره، يقول لك ما الفائده؟ الفريق راهو يتعاقب مش الحكم اللي يتعاقب، لانه اليوم شبيبه القبائل من يرجع النقاط الثلاثه لشبيبه القبائل؟ الحكم راهو عاقبه سي حمودي، 20 حكم راهم معاقبين حاليا، ولكن الفرق او النوادي شكون يرجع لها النقاط؟ لا احنا اول شيء نتاسفوا لهذه الاخطاء اللي كانت في الاونه الاخيره اللي اثرت على نتيجه المباريات. يعني حتى انتم ما كوش الاز يعني في لا احنا ماذا بينا نقلوا من الاخطاء، حنايا لما جينا وخدمنا تقريبا 20 جوله في القسم الاول، 7 شهور وحنا نخدموا 7 شهور، يعني ما حبسناش في الميدان، ما حبسناش مع الحكام. قللنا من الاخطاء، لان علاه لما تشوف الاخطاء تاع السنه هذه وتشوف الاخطاء السابقه في السنوات السابقه ماهيش نفسها. صح. نعطيكم مثال بسيط. مثال بسيط. في البلاي اوف شحال كان من الخطا مؤثر؟ العام اللي فات. في البلاي اوف؟ إيه. في البلاي اوف كانوا اخطاء مؤثره كثيره. كثير. وكانت العلاج لا تلعب الصعود لفرق على حساب فرق اخرى. احنا نخدموا باش نقصوا من الاخطاء، ولكن رغم هذا احنا كي تفاهمنا مع الحكام قلنا لهم لازم الاخطاء ينقصوا، لان علاه رانا غادي ندخلوا في مرحله صعبه اللي راه غادي تكون فيها ضغط صعود ثاني فيها صعود فيها البقاء. حاجه المهمه اللي زادت هذه السنه وهي الجمهور الرياضي اللي حاضر علاه في سنتين اللي فاتوا كان الكوفيد ما كانش الجمهور حاضر. صح. هذا الشيء. كاين حاجه اخرى وهي ان الحكام اللي اليوم راهم في القسم الاول اللي انا قلت باللي انا ما كونتهمش وصحيح انا ما كونتهمش. واش معناتها؟ معناتها هذو الناس ماشي توعك؟ لا ماشي ماهوش حكام تاعي. كيفاش؟ انا مسؤول عليه. هذيك ما فهمتهاش انا. حنا رانا نديرو لهم في الريسيكلاج، معناتها رانا نديرو لهم في انفورماسيون جديده. يعني لست مسؤول على الاخطاء تاعهم؟ لا هما راهم ناقصين شويه ذكاء في التحكيم. علاش؟ ذكاء ولا نزاهه؟ لا ذكاء. نزاهه لا. انا قلت لك الحكم نقدروا على حساب المستطيل الاخطاء المردود تاعه، ما نتكلمش على الحاجه اللي خارج له. لكن تسمع سيدي سي حمود، اليوم مين درنا التكوين؟ كي بدينا معاهم التكوين في السنه هذه كي بدينا معاهم التكوين، بدينا معاهم التكوين علمناهم بعض الاشياء اللي راهي في التحكيم العصر الحديث، يعني بعد تحديثات جديده. يعني لازم تكون عندك اشياء كثيره جديده باش تولي من الحكم اللي راهم التحكيم العصري هذا اللي راهم اليوم. اعطيناهم عده اشياء باش شفناها في الميدان يطبقوها. كانت في الاول نشوفوا بان لما يضربوا يعلنوا عن ضربه الجزاء راهم في البوابه الف ولا في البوابه باء ولا في قريب للقطه وعندها زاويه الرؤيه. شفنا في هذا درتوا صافي ديروا ديرو دي ديبريفينغ في الاول ما كنتوش ديروه. حنا كي تكمل المباراه انا ايتشيالي وليم كيشون ندوا الفيديو وندرسوه وناخذوا القرار تاعنا اللي شفناه في اللقطه. بعد هذا نبحتوا الاستفسار، نبحتوا الكيستيونير الاربيت اللي جاوبنا، وكذلك نكلموا يجينا الفيدراليه، وبعد هذا ناخذوا القرار المناسب. في بعض الاحيان تكون قرارات تقديريه. ما جاوبتنيش على التوقيفات يا سي جمال. التوقيفات كي توقف واش الفائده تاع النوادي كي توقف لي انا 20 حكم؟ هاك وقفت 20 حكم، يعني هل هذا سيشفي غليل المناصر اللي راح له اليوم؟ هذا 20 حكم اللي توقفوا ماهمش كلهم توقفوا على جال قرارات مؤثرة. داكور. تكلمنا من قبل قلت لك بان هناك بعض الحكام اللي مثال في بداية السنة خرج بطاقة حمراء وما شفتهاش في مغافرات المقابلة. هذا حبسناه حتى نهاية الموسم. اوكي. هناك باغ اكزومبل حكم اللي أثر على نتيجة. عاودها برك هذه رحب الشيخ، عاودها باش تكون أكثر وضوح. واش صرا؟ كاين دي كارتون روج ما تسيناروش في المباراة في القسم الثالث وين حكم خرج بطاقة حمراء وما كانتش في ورقه التحكيم. ما سينيالهاش. علاش؟ باسكو صراو تدخلات. لان علاه؟ نفهمك، هذه في بدايه الموسم وهذه ماهيش يعني في الجنوب، صرات هذه المقابله في الجنوب. يمكن يقول لا 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 كاين فرق، لان علاش ينجم يقول الحاكم بان في الجنوب خلاص الناس ماشي ما عندهمش المعلوماتيه ما يتبعتوش. ولكن انا تبعت كل مباراه كبيره وصغيره، في كل مباريات نجيب حتى اوراق المعلومه نجيب المعلومه باش نقابل بها
الحكم. كاين كذلك اخطاء واحده اخرى. واحده اخرى خليني نسمع رشيد. رشيد ربما كان عندك سؤال ولا واش حبيت تسال سمير؟ سمير انا حبيت نسمع سؤال. شيخ انا حبيت نتبعك في ريزولمون تاعك. انت تقول فوز ايفالوي الحكم على في المستطيل الاخضر. ان اربيت اون فوا سانكسيوني كاين دي زاربيت اي سانكسيوناو اي سون مي او فريغو كيما يقولوا يعاودوا له يرتكبوا نفس الاخطاء. ما الفائده كي نغارديو دي زاربيت كي كوميت توجور دي زيرور؟ وفي في 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 السياسه تاعك الى اي حد تقدر تروح في معاقبه حكام ليرتكبوا نفس الاخطاء التقنيه؟ خلاص شوف اذا كان حكم اخطا في مباراه وكان هذاك الخطا مؤثر عنده العقوبه الاولى. اذا كان بعد رجوع من العقوبه عقوبة شحال دم في البداية؟ في بعض الأحيان تكون من شهر حتى ثلاث أشهر. أوكي، ومن بعد العقوبة الثانية درجة ثانية وشنو؟ إذا كان ريسيديفيست ده قرار كذلك خطأ مرحلة ثانية يمشي حتى نهاية السنة، وما بين قوسين يقدر هذا الحكم السنة المقبلة ما يرجعش القائمة تاع الحكام. أنت قلت مؤخرا صرحت أيضا بأنه فيه حكام ما راحش يكونوا العام الجاي في السلك التحكيم. أكيد، لأن على شوف نعطيك اللي داروا أخطاء مؤثرة. شوف ماشي غير هذا المشكل، ماهوش هنا المشكل، في التحكيم الجزائري. أنا نقول لما جيت أنا لقيت 220 حكم فيدرالي. 220 معناتها عندنا 80 حكم ساحة. يا هل ترى 80 حكم ساحة يحكموا في البطولة القسم الأول والثاني في 16 مباراة؟ مستحيل. جيت لقيت 720 حكم ما بين الرابطات يحكموا في 6 أفواج 48 مباراة. كيفاش تتعين حكام 720 حكم في 48 مباراة؟ هذا وجه علاش الحكم لازم يحكم 3 مباريات على الأقل في الشهر باش يكون كومبيتيتيف. ولكن لما تعين أنت حكم في الأسبوع الأول وما يحكمش حتى الأسبوع الخامس، يا هل ترى هذا ما ياثرلهش على المردود تاعو في المباراه؟ ياثر يعني حبيت تقول بلي لقيت ارت شويه سعيد. لقيت ارت سعيد، ارت كبير. بديت في التصفيه، بدينا ب 220 حكم في القسم الاول والثاني. اليوم رانا في 165 حكم. هذا اول شيء. ثاني شيء لقيت معدل العمر في القسم الاول والثاني اللي راه بريتوندو انترناسيونال لقيتهم 39 سنه 40 سنه. اليوم في الجوله 22 رانا معدل العمر 32 سنه. يعني معناتها الهدف الاول شافوا باننا نهودوا حتى 29 سنه باش نبقاو في الاخطاء التحكيميه. سي حمود لما نشوفوا صور شفناها مثلا في لقاء، لانه علي ويؤكد على لقاء مولوديه الجزائر، لقاء المولوديه امام مولوديه مع شلف، مولوديه مع شلف كانت فيه هدف من وضعيه تسلل، ما كانش فيه تسلل، الحكم هذاك عوقبه. نفس الشيء ربما في لقاء مولوديه الجزائر وضربه الجزاء اللي ما تحصلش عليها الطاهر اللي رانا نشاهدوها ربما من هنا. سيفريك تشوفها من الجهات بزاف، الحكم ربما كان شويه ما كانش قريب. واش كنت حاب تقول على هذه الضربه؟ وشوف في هذه اللقطه هذه الحكم بوترعه من الحكام المميزين. هذا الحكم لما تشوف المردود تاعو طيله 90 دقيقه كان مردود ممتاز، ولكن في تلك اللقطه مشات له. علاش؟ شوف هنا، شوف الخطا باش عملها اللاعب هنا. يا هل ترى عملها برجله؟ ما عملهاش برجله، عملها بليزال تاعه، شد له الرجل. شد له الرجل هذيك الزاويه ما كانتش عندك. ولكن انت كحكم كبير الله يبارك يعني حدث مونديال هنا بيناتي ولا ما كاينش ضربه جزاء؟ كاين ضربه جزاء. كاين ضربه جزاء. رضوان جمال هنا جيدوتوش هنا ما تدخلش، هي قريبه ليه مثلا؟ هي قريبه جيدوتوش. شوف هنا قريبه ما كاينش. خلي اللقطه كيما هذا، خلي اللقطه. شوف هنايا يا هل ترى، وقلت لك باللي حكموا بليزال، يا هل ترى حكم المساعد يشوف هذه اللقطه هكذا؟ يشوفها لازم واحد يكون بلهي. مستحيل يشوفها. هذه جابتها، هذه جابتها الكاميرا. احنا جبنا كاع اللقطات، احنا جبنا كاع لقطات الحكم وريناهم لهم. اللقطه اللي كانت الكاميرا اللي كانت وراء المرمى هي اللي جابت ضربه الجزاء اللي جابت الزاويه المرمى. هذه هي اللي جابتها، ولكن هذه الصوره ما كانش عند الحكم. ما عندوش هذه.